ودعونا في الفقرة التالية نتعرف وإياكم على رحلة تركي جعل من دراجته الهوائية بساطة علي بابا الطائر يجوب بها كافة بلدان العالم، محققا أرقاما قياسية وموصلا رسائل هامة حول المحافظة على البيئة. غوركان جينش مستكشف تركي انطلق في رحلة له حول العالم على متن دراجته الهوائية من تركيا منذ 9 أيلول سبتمبر عام 2012 ولا زال إلى اليوم في طريقه لإتمام هذه الجولة. يجول بدراجته الخاصة أطراف العالم كما يقوم بتدوين الوقت الذي يقطعه أثناء المرور بالطرقات محاولا دخول كتاب جينيس للأرقام القياسية. رحلة غوركان جينش لا زالت متواصلة ويتوقع ألا يصل إلى نهايتها قبل حلول عام 2020. أولى رحلاته العالمية كان قد قطع رحلة جينش تحت عنوان دواسة من أجل الطبيعة. استخدم في ذلك الطاقة البديلة بين إبريل نيسان عام 2010 ومارس أذار 2011. جولة مر فيها الرحالة بكل من تركيا وجورجيا وأذربيجان وتركمانستان وأوزبكستان وطاجكستان وقرغيزستان والصين ومنغوليا وكوريا الجنوبية واليابان، ليكون بذلك أول تركي يقوم بقطع كل من أراضي الجمهوريات التركية في آسيا الوسطى ودول آسيا الشمالية وطريق الحرير كاملا وصحراء كاراغون في تركمانستان وصحراء غوبي في منغوليا ووادي والخان الممتد على طول 37,000 متر إضافة إلى معبر بامير الممتد على 4,650 مترا، كل ذلك باستخدام دراجته الهوائية لا غير. ليقوم عقب عودته إلى تركيا بين عامي 2011 و2012 بتقاسم تجربته والحديث عنها مع أكثر من 25,000 شخص في 83 جامعة تركية و48 مدرسة ابتدائية و30 مؤسسة حكومية وخاصة، كما افتتح 4 معارض فوتوغرافية شارك بفيلمين قصيرين ضمن مهرجانات مختلفة. أما عن مشروعه الحالي الذي يعد في طور التحقيق والذي أطلق عليه عنوان دواسة من أجل المستقبل، فيتمثل في جولة حول العالم انطلق فيها عام 2012 سيقوم خلالها بالمرور بالقارات 7 وعدد من 97 دولة حول العالم، فيما يقوم حاليا بالعبور بأعلى نقاط مرور العربات في القارات 5 الكبرى وقطع أعتى وأوسع الصحاري العالمية. قطعه للصحاري سيكون في أكثر فترات العام حرارة، فيما يكون مروره بالدائرة القطبية في أكثر أوقات العام برودة. في هذه الرحلة ضمن المؤسسات والجامعات في كافة الدول التي مر أو يمر بها مع الطلبة والشبان، رحلة طويلة قام خلالها بضبط الأوقات التي قطعها خلال الرحلة لأطول الطرقات العالمية محولا إياها إلى مؤسسة جينيس للأرقام القياسية، فيما قدم طلبا آخر بالتوازي أجل الحصول على لقب أكبر قاطع للصحاري العالمية باعتماد الدراجة الهوائية.